إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. حذرتنا سورة الحج أن من يرد في المسجد الحرام بأنه يميل عن طريق الحق فيعصي الله فيه بارتكاب أي ظلم، توعده الله يوم القيامة بإذاقته العذاب الأليم الموجع.
وعقب هذا التحذير في سياق سورة الحج جاء السياق بقصة بناء البيت الحرام وتطهيره، ليعلم ليعلم من استحضار القصة بأن الملحد في المسجد الحرام، احنا قلنا الذي يلحد بظلم يعني الذي يميل عن الحق بظلم بارتكاب مظالم معاصي في المسجد الحرام، فأتى بقصة بناء البيت عشان يعرف ذلك الذي يلحد بظلم في المسجد الحرام قد خالف بإلحاده فيه ما أراده الله سبحانه وتعالى من تطهيره للبيت الحرام حين أمر سيدنا إبراهيم، حين أمر المولى سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم ببنائه وتطهيره وإعداده للطائفين والقائمين والركع السجود. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا هي جاية من التبوؤ بمعنى النزول في المكان، تقول مثلا بوأته منزلا، يعني أنا أنزلته في المنزل أو أنزلته في هذا المنزل اللي أنا هيأته وعديته ورتبته عشان ينزل فيه فلان، فتقول بوأته منزلا أي أنزلته في هذا البيت وهيأت له، أي وإذ بوأنا لإبراهيم أي مقرا، هيأنا مقرا يبنى فيه بيتا، اللي هو هيتبني في مكان البيت الحرام. مكان البيت الحرام كان أصلا موجود، يعني هو موجود أصلا في الأساس، اختفت المعالم، القواعد البيت كانت موجودة وبعدين اختفت قواعد البيت واختفت معالم البيت، فأرسل الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام ودله على بيته وأرشده إلى مكانه ليكون البيت الحرام بعد كده بعد بناء سيدنا إبراهيم مأوى لإقامة شعائر الدين الحنيف. فكانت الكعبة لذلك هي أول بيت وضع للناس لإعلان التوحيد، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأرشد الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام، أرشده إلى مكان البيت، وقيل إنه إزاي هو أرشد أو عرف سيدنا إبراهيم إن البقعة دي هي فيها مكان البيت؟ قالوا إنه جاءت ريح، هبت ريح شديدة فكنست ما فوق الأساس الأول اللي كان مختفيا بفعل عوامل الجو من التراب والهواء، فكان مستور، قواعد البيت مستورة، فجت الريح الشديدة دي كنست هذا التراب فظهرت القواعد لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فبناه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. وكما قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان يعلم إن البقعة دي معظمة وأنها بيت الله الحرام، فيها بيت الله الحرام قبل أن يبنيها نبي الله إبراهيم عليه السلام، بدليل إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاء بستنا هاجر المصرية أم نبي الله إسماعيل وزوج سيدنا إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، جاء بزوجته السيدة هاجر المصرية وأسكنها هذا الوادي، وكان سيدنا إسماعيل عليه السلام لا يزال رضيعا، وإحنا عارفين القصة بعد كده لما ترك ستنا هاجر عليه السلام وترك سيدنا إسماعيل وهو كان رضيع في هذا الوادي الذي ليس فيه زرع ولا نبات ولا ماء ولا أي شيء، وكان بعد كده قصة مسعى ستنا هاجر عليها السلام، وبعد كده انفجار بئر زمزم،
وبعد كده جاءت القبائل العربية لتسكن هذا المكان وعمر هذا المكان، وستنا هاجر المصرية عليها السلام عملت معاهدات جوار مع سائر القبائل العربية اللي حبوا ييجوا يبقوا في جوار البيت لينتفعوا بالماء الموجود فيها. لما سابهم في بداية الأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بهذا الوادي دعا قائلا، قبل ما نقول دعا سيدنا إبراهيم دعا بماذا، ننبه إلى يعني عجيب عبادة الدعاء في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. من ضمن العجائب التي نراها بفضل عبادة الدعاء، دعاء ظل لأجيال وما زال عليه السلام. دعا سيدنا إبراهيم أول ما سابهم في الوادي، وستنا هاجر بتقول له أنت سايبنا في هذا، أتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه شيء، لا ماء ولا إنسان ولا أي شيء. وبعد كده لما لم يلتفت إليها سيدنا إبراهيم عليه السلام قالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هذا هو الإيمان والثبات والثقة في المولى سبحانه وتعالى. لما سابها ومشي، حكى القرآن الكريم على لسانه أنه دعا ربه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كلام ده قبل ما يبني سيدنا إبراهيم البيت. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجميع عمار البيت إلى الآن بفضل دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. وهذا من أسرار الدعاء ومن المعاني اللي القرآن بيدهلنا في معنى هذه العبادة العظيمة، وقد إيه إنه كان الأنبياء في منتهى الإخلاص يتوجهون إلى مولاهم ويدعونه من خيري الدنيا والآخرة. هذه الآية تدل كذلك على إن قواعد البيت كانت موجودة قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم اللي بنى البناء، القواعد كانت موجودة، القواعد اندرست يعني اختفى أساس البيت من عوامل الجو، كما دل عليه قوله يعني إنه كمان سيدنا إبراهيم يعلم قبل أن يبني البيت إنه ده مكان البيت الحرام. قال عند بيتك المحرم، سيب بعض من ذريته عند بيتك المحرم، هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. ده بيدل على إنه كان له مكان سابق وكان هذا المكان معروف، دله الله تعالى عليه، دل الله تعالى سيدنا إبراهيم على مكان أو إلى مكان البيت الحرام. ومن الأدلة كمان على إنه ده أول بيت وضع للناس وإنه قديم، إنه روى الإمام البخاري بسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أبو ذر راح للنبي عليه الصلاة والسلام ليستزيد من علمه، فبيسأل النبي بيقول له ويقول قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول، أي مسجد وضع أول، إيه أول مسجد يعني إيه أول مكان للعبادة وجد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. فسيدنا أبو ذر عايز يستزيد أكتر من علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول سيدنا أبو ذر قلت ثم أي، إيه اللي بعده، إيه تاني مسجد بعد المسجد الحرام؟ خلي بالكم، أول مسجد المسجد الحرام، ثم قال ثم المسجد الأقصى. فسيدنا أبو ذر استمر يعرف، شوف حرص الصحابة على طلب العلم. قلت كم كان بينهما، سيدنا أبو ذر بيقول كم الوقت بينهم قد إيه، السنين اللي ما بينهم قد إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، في رواية البخاري 40 وفي الصحيحين 40 سنة كما ورد في لفظ الصحيحين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد.
يعني هو بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام إيه أول مسجد؟ قال له المسجد الحرام. إيه تاني مسجد؟ قال له المسجد الأقصى الذي في بلدنا الحبيب فلسطين. المسجد الحرام بمسجد الأقصى بفلسطين الحبيبة، وكان ما بين الاتنين 40 سنة. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام نصح ووجه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وقال له أي مكان تدركك فيه الصلاة حينما يأتي ويحين وقت الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. الأرض لينا كلها مسجد طالما يعني مكان مهيأ أن احنا نصلي فيه، طالما هي بعيدة عن القذر وعن النجاسات. قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. المولى سبحانه وتعالى بيوجه هذا الكلام، موجه لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وبعد أن هيأ له البيت وأرشده إليه، وبعدين قال له ألا تشرك بي شيئا. يعني ربنا أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة ورفع بناء الكعبة فوق القواعد اللي كانت موجودة في ذلك المكان المصطفى المختار، عشان يكون مثابة للناس، مثابة للناس لعبادة الله الواحد الأحد. أوصى الله تعالى خليله عليه السلام بعدم الإشراك به وبإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، كما أوصاه أن يطهر البيت الحرام وطهر بيتي. وأضاف البيت إلى، يعني إضافة البيت هنا إلى ضمير الجلالة، أضاف الله سبحانه وتعالى إلي وطهر بيتي، ده تشريف وتعظيم وإجلال للبيت الحرام. والتطهير بمعنى وطهر بيتي التنزيه، يعني ننزه البيت عن كل خبيث. خبيث ده معنوي أو حسي، يعني ما يرتكبش فيه أي شيء، لا يأتي أي نوع من القذر أو الخبث، سواء المادي من تصرفات مش مظبوطة، ولا حتى حسي من أشياء لا يحمد صاحبها على إنه يفعلها في الحرم أو يتركها في الحرم. يعني جهز البيت الحرام طاهرا للطائفين به والقائمين فيه لأداء فريضة الصلاة وللذكر والدعاء. وفهمنا حتى من قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود إنه لا يجوز إن يترك عند البيت الحرام أي نوع من أنواع القذر، ما ينفعش أبدا. يعني يتجنب زوار البيت من الحجاج أو من العمار إنه ما ينفعش نحط أي نوع من، يعني نخلي بالنا من أي نوع من القذر. البيت الحرام ده لابد أن يكون طاهرا منزها عن كل قذر وعن كل خبث، سواء كان ماديا أو معنويا، يعني سواء من الأنجاس سواء كانت معنوية أو حسية، فلا يرتكب فيه معاصي ولا يلوثه أحد من الزائرين بأي نوع من القذر أو من النجاسات. وقول الله تعالى وطهر بيتي يؤكد هذا المعنى بضرورة الحفاظ على نظافة وجمال البيت الحرام. الزوار اللي يروحوا البيت الحرام يتحلوا بأفضل الأخلاق لأنهم في البيت الحرام، والمعصية فيه السيئة فيه عظيمة ومن الكبائر أن ترتكب فيه المعاصي. كذلك الحرص على نظافة البيت الحرام ضرورة بنص قول الله تعالى لنبيه إبراهيم وطهر بيتي للطائفين. طائفين اللي هم مين؟ الطواف، المشي حول الكعبة. الطواف هو المشي حول الكعبة اللي هو الدوران ده حوالين الكعبة. والطواف عبادة قديمة جدا من زمن أبينا إبراهيم عليه السلام قررها الإسلام. وحتى لو نتذكر إنه كان أهل الجاهلية بيطوفون، للأسف كانوا بيطوفوا حوالين أصنامهم زي ما بيطوفوا حول الكعبة، لأنه في زمن الجاهلية اختلط العبادات السليمة بالعبادات المغلوطة والشرك اللي وقع فيه العرب بعد ذلك.
لكن كان عندهم الطواف وعارفين حرمة البيت وعارفين، لكن اختلط الحسن بالقبيح وجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصحيح المسار ولإعادة أمر التوحيد إلى ما كان عليه وإلى سابق عهده في زمن لما جاء به سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنذ بقى إعلاءه للبيت وارتفاعه ببناء البيت ودعوته لزوار البيت، دعوته للناس لكي يزوروا البيت الحرام. وطهر بيتي للطائفين. والقائمين اللي هم مين؟ القائم اللي هم الداعون تجاه الكعبة، اللي بيدعو وسمي يعني اللي بيدعي أو القائم بالذكر أو القائم بالصلاة، أي قيام فيه لله. وحتى قال لك اللي بيتوجه بالدعاء بيتوجه إلى الكعبة ويسأل الله سبحانه وتعالى، قال لك منها سميت كمان القائمين مقام سيدنا إبراهيم، سمي مقام إبراهيم، وهو مكان قيامه عليه السلام للدعاء، فكان الملتزم موضع كذلك لكثرة الدعاء فيه. وكان الشاعر العربي يقول زيد بن عمرو بن نفيل: عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة وهو قائم عليه السلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الركع السجود ده بيان في سورة الحج وتوضيح لأركان الصلاة ودلالة على عناية الوحي بالصلاة ودلالة على عظم شأن عبادة الصلاة. ونلاحظ هنا أنه قرن يعني جمع بالذكر ما بين الطواف حوالين البيت، قرنوا بالصلاة لأنهما لا يعاني إلا في البيت، اللي بيروح هناك بيصلي يتوجه إلى البيت وبيطوف، الطواف بيكون عند الكعبة وحول الكعبة، والتوجه إلى الكعبة يتوجه بالصلاة إلى البيت بأمر الله سبحانه وتعالى. وبعد أن كشف الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام عن قواعد البيت ليرفعها نبي الله إبراهيم وولد إسماعيل عليهما السلام، وكذلك أمر الله لسيدنا إبراهيم بأنه يعد البيت للعبادة بتطهيره وتنزيهه عن كل خبث ونجس سواء مادي أو معنوي، تجهيز البيت لزواره من العمار والحجاج، أمر الله تعالى بعد ذلك نبيه إبراهيم وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن يعني أعلم. الأذان هو الإعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني مشاة، يعني جايين ماشيين مشاه على أرجلهم. الكلمة جمع راجل، يعني الإنسان اللي بيمشي على رجليه، مش راكب دابة مش راكب شيء، وهي من رجلة، والعرب بتقول فلان يرجل، فهو راجل يعني
هو ماشي على رجله. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر هي الدابة أو الناقة اللي هي قليلة اللحم، قليلة لحم البطن، ويقال أو العربي القديم يقول ضمر ضمورا فهو ضامر، وناقة ضامر يعني مشدودة البطن ما فيهاش لحم ما فيهاش شحم. والضمور كانت العرب بتستحسن الناقة الضامر، لأنه الضمور ده كان من محاسن الرواحل، الراحلة اللي ياخدوها من النوق أو من الخيل اللي ما تبقاش مليانة قوي، فيعقها تعقها السمن عن الحركة بسلاسة والسير بسلاسة. فكان من محاسن الرواحل والخيل إنها تكون ضامر، لأن ده بيعينها على السير والحركة. يعني الضامر دي برضو قد تكون بهذا المعنى، اللي هو المعنى اللي العربي القديم يفهمه، انه هي من سريعة في مشيها، وفي نفس الوقت اللي هي البعير او الناقة الهزيرة من كتر ما مشيت من طول السفر. يعني هو اسم من فاعل من ضمرة، اسم فاعل من ضمرة، يضمر يضمر ضمورا فهو ضامر. يعني إذا أصابوا الهزال والتعب من كتر المسافة اللي مشيها أو مشيتها الناقة. فكان العرب يحبوا الناقة ما تبقاش سمينة قوي وتكون ضامر، مشدودة البطن ما فيهاش شحم، وده برضو معناها أنها مشيت كتير فهي مشدودة أو مجهدة من كتر السير، ما فيهاش دهون ولا شحوم، سريعة في مشيها ومنهكة من كتر المشي. وعلى كل ضامر، وعلى كل ضامر يعني التعبير هنا طبعا بيكلم العرب باللغة التي يفهمونها، وعشان احنا نفهم القرآن لابد من فهم اللغة العربية وتعبيرات واستعمالات العربي القديم لهذه اللغة عشان نقدر نفهم كلمات وتعبيرات القرآن الكريم. فالمعنى انه الكل سيأتي الى البيت، اللي هيبقى جاي على رجله ماشي، واللي هيجي على الدواب والرواحل اللي بتنقله. عشان كده قالوا على كل ضامر، هي مستعملة هنا في الكسرة، يعني وعلى رواحل كثيرة، هيجوا على صور كتيرة، اللي جاي ماشي واللي جاي راكب دابة، وفي العصر الحديث بقى ركبوا الطيارات والعربيات، ولعهد قريب كان كتير بياخدوا النوق وبياخدوا وبيروحوا على رجليهم، بيقعدوا شهور لغاية ما يسافروا. فتحقق هذا المعنى، وأذن في الناس بالحج، نادي فيهم، أعلمهم بفريضة الحج، وناديهم إلى أن يحجوا ويزوروا هذا البيت العتيق القديم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ماشين يمشون على أقدامهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حيقولك من كل مكان ماشيين على رجليهم، يأتون أو قادمين على دوابهم. وصور الدواب دي هتختلف من زمان ومن من زمان لزمان ومن مكان لمكان، وهذا ما حدث. وعلى كل ضامر تدي الكثرة والتنوع في أنواع الحوامل التي ستشيل أو التي ستحمل الحجاج والزوار إلى بيت الله الحرام. يأتينا من كل فج عميق. الفج في أصله الفجوة، الفجوة اللي بتكون بين جبلين، يعني يكون جبلين كبار، الطريق اللي في النص بين الجبلين الكبار بيتسمى فجوة. وبتستعمل الكلمة برضو في الطريق المتسع. والعميق يعني البعيد، من كل فج، من كل الطرق، ومن كل الطرق يمينا يسارا شرقا غربا شمالا جنوبا، يأتينا من كل فج عميق. ومهما بعدت المسافة حييجي، سيلبون الدعوة وسيأتون. سيأتي للحج الناس من كل مكان بعيد أو قريب. لقد أمر الله تعالى خليله عليه السلام باني البيت أن يدعو الناس لحج بيت الله الحرام.
كما وعده سبحانه وتعالى بأنه سيلبي الناس الدعوة ويتوافدون متدفقين على البيت من كل مكان بعيد، يمشون على أقدامهم أو راكبين الدواب الضعيفة أو القوية تأتي بهم من هذا العمق البعيد. وما يزال وعد الله يتحقق منذ أن أذن الخليل إبراهيم بالحج إلى اليوم والغد، وما تزال أفئدة الناس تهوي إلى البيت الحرام وتتوق إلى رؤيته وإلى الطواف به، يتقاطرون من فجاج بعيدة، من طرق بعيدة، تلبية لدعوة الله تعالى التي أذن بها الخليل إبراهيم عليه السلام منذ آلاف السنين قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. سريعا كده هناخد الاسئله لان المقدمه بس يعني ايه جنت على الوقت شويه. ست ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ست ام محمد، لو سمحت عندي ثلاث اسئله. اتفضلي. اتفضلي فندم. لو سمحت، السؤال الاول، الامام احمد بن حنبل كان عند واحد وكان بيذكر الله، يعني يقول سبحان الله والحمد لله، فقال له نفعك بايه الذكر ده؟ قال له يعني قال له ما فيش حاجه لما تمنيتها واتحققت، والا اني اشوف الامام ابن احمد بن حنبل. قال له والله لقد جرني الله اليك جرا. فعايز اعرف الذكر ده هو سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله والحمد لله؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني عايز اعرف ازاي يتقي الله الانسان. السؤال الثالث، مثلا لو الواحد عنده يقال لا حول ولا قوة إلا بالله وعنده مشكلة تتحل، طب لو كذا مشكلة الواحد يعمل إيه؟ يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إزاي على كذا مشكلة بس شكرا. طيب بس نرجع للسؤال الأول، إن هو أنت متعجبة من حدوث الموقف ولا إيه سؤالك فيه بالظبط؟ السؤال يعني الخاص بالإمام أحمد بن حنبل. يعني عايز أعرف اللي يقول سبحان الله والحمد لله، يعني ربنا يديله اللي يتمناه، يعني هو ده يعني سبحان الله والحمد لله ولا بسم الله والحمد لله؟ حاضر، شكرا. استاذ سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتوره ناديه؟ اهلا وسهلا يا استاذ سامي. كل سنه طيبه حضرتك. سنه طيبه. طيب وبالف خير. لو سمحتي بس انا مريض سرطان.
اي خير، ربنا يشفيك ويعافيك. ومركب انابيب على كلا الاثنين، يعني الاثنين. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. الله يخليك. عايز اعرف بس حكم الشرع ايه في حاله الوفاه؟ الانابيب دي هتتشال من جسمي ولا يعني انا هتدفن بيها؟ لكن هي الانابيب دي ظاهره خارج الجسد ولا داخل الجسد؟ لا، من جوه من بره. الانابيب جوه وجوه الكلى وطلعت بره على قسطره وكلام من ده وكياس وكلام من ده قسطره. هل حكم الشرع فيها ايه؟ ان هي هتتشال تحت التكفين يعني؟ حاضر. ولا هرد عليك وربنا يبارك في عمرك ويديك الصحه والعافيه وطولة العمر في خير وعلى خير، وعلى طول كده تدعي ربنا بتمام الشفاء وعندك يقين ان ربنا يشفيك، هو اللي بيده الشفاء جل وعلا سبحانه وتعالى. معانا اكتب يا تسنيم، معلش الالم، يا استاذه سميره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى. ما شاء الله حضرتك منوره، بدر منور، ما شاء الله. الله اكبر، ما شاء الله. الله يحفظك. ربنا يجعلك جنات حسناتك يا رب. امين. يجعلك كل خير علينا. بص حضرتك، امين. اتفضلي. انا صايمه 9 ايام ما شاء الله، صايمه ان شاء الله باذن الرحمن ان انا هصوم بكره كده برضه يجي لي ثواب. انت هتصومي الـ9 ايام و... لا، ما صمتهمش. انت ما صمتيش الـ9، لكن عايزه تصومي يوم عرفه. ان شاء تمام. الله. تمام. حاضر. واستحلفك بالله، بصي انا شفت العيا يا عيني، ربنا يرحمه يا رب العالمين ويشفي الراجل ده يا رب العالمين. انا عايزاك تدعي لي بكره ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. انا حديت كنت جاي لي في امر. حاضر. اسم حضرتك؟ يشفي رجلي يا رب العالمين. استاذ سمير. يشفيكي ويشفي مين يا فندم اللي عايزانا ندعي له؟ رجل حضرتك. لا، ده هو الاخ ده. ربنا يشفيكي ويعافيكي. حاضر حاضر، ربنا يشفيكي ويعافيكي. حاضر. معانا هنلحق ناخد حد تاني ولا ايه؟ طب يا استاذ ياسر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. والله انا حضرتك مركب جهاز في القلب، والحمد لله يعني الدنيا تمام معايا، بس لما باجي اعمل اي مجهود ببقى تعبان ومفيش امكانيه لعلاجه. خيرا. طيب هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اللهم بارك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اهلا وسهلا بحضراتكم. الست ام محمد كان ليها 3 اسئله، احنا بسرعه ان شاء الله نحاول نجيب عن كل الاسئله اللي جت. هي بتسال يعني خلاصه موقف حصل مع الامام احمد بن حنبل، هي عايزه تقول هو الذكر بيبقى مفتاح لاجابه الدعاء؟ يعني ذكر الله كله بركه، سواء ثبت الموقف اللي حكيتيه ده عن الإمام أحمد أو لم يثبت هذا الموقف، الذكر كله بركة، وإحنا أمرنا بكثرة الذكر، مش بس نذكر وخلاص، بكثرة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالإنسان دايما يكون ذاكر لله على كل أحواله وأحيانه، كما كان يفعل سيدنا صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقول الذاكر لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت بتقولي أنا عندي كذا مشكلة، يعني هل هعمل لكل مشكلة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنت بتقولي الذكر بحضور قلب أنه لا حول لك ولا قوة لك على شيء إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى.
فبتتبرئي من حولك ومن قوتك إلى حول الله وقوته. فأنا بقول الذكر لكل شيء أنا فيه، وبذكر الله لأكون من الذاكرين. واللي بيكثر من ذكر الله يتولى الله سبحانه وتعالى بقى بعناية خاصة لهذا الذاكر حل كل ما يعاني منه في حياته، مع ضرورة أن يكون الذاكر بياخد بالأسباب المتاحة اللي ربنا سبحانه وتعالى نثرها في كونه ليأخذ الإنسان بها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لها فضل كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا الذكر كان هذا الذكر يعني شفاء من 99 داء أيسرها الهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل لكل هم وغم فرجا. بالنسبة لضابط ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، فأنت تسألي عن التقوى، والخلاصة في هذا المعنى أو الضابط لمعنى التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله ومعاصيه وقاية، يحذر، وأن يرضى الإنسان بالقليل، وأن يستعد الإنسان ليوم الرحيل، ومن قبل ذلك أن يؤمن ويعمل بالتنزيل. الأستاذ سامي، ربنا يشفيك يا أستاذ سامي ويعافيك ويطرح البركة فيك، وكل زمايلنا في الفاصل دعوا لحضرتك بتمام الشفاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشفيك ويعافيك ويعجل بشفائك، اللهم أمين يا رب العالمين. إن حضرتك مريض بمرض شديد، وبتقول أنه في أجهزة متركبة جزء منها داخلي وجزء منها خارجي، فحضرتك بتقول أنه عند الدفن كيف يكون التعامل مع هذه الأجهزة، نشيلها ولا نخليها؟ الأصل إنها تزال دون ضرر أو امتهان للإنسان، الأصل إنها تتشال على الأقل الأجزاء اللي هي الخارجية بالصورة اللي هي تضمن عدم ضرر وامتهان للإنسان، لأن كرامة الإنسان وهو ميت والحفاظ عليها وهو ميت زيه وهو حي تمام، إنه لا يؤذى ولا يمتهن ولا يهان. وإذا لم يتمكن من يغسل ساعتها من يعني خلع هذه الأجهزة فلا ضرر على أهله إن هم يدفنوه بهذه الحالة، ولك الأجر والثواب الجزيل على صبرك على هذا المرض الخطير. وأسأل الله سبحانه وتعالى من كل قلبي لك شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، بسر يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. اجعل للأستاذ سامي فرجا ومخرجا في كل شيء، اللهم آمين أجمعين، ولنا جميعا اللهم آمين أجمعين. بالنسبة للست سميرة، هي بتقول أنا ما صمتش 9 من ذي الحجة لكنها تريد صيام غدا يوم عرف. الحبيبة الأستاذة سميرة، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، وثابت فضله، ومعلوم أنه بيكفر السنة الماضية والسنة القادمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أو صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وربنا سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على الصيام والقيام وصالح الأعمال في هذا اليوم المبارك، خير يوم طلعت عليه الشمس، وخير ما نقول فيه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا زهادا عبادا ذاكرين قائمين لله رب العالمين دائما أبدا على الوجه الذي يرضيه، نحن وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وجميع أهلنا وكل من له فضل وحق علينا، ويجعلنا من ضمن الموفقين والموفقات لإحياء هذه الليالي والأيام الشريفة بالعمل الصالح الذي يرضي المولى سبحانه وتعالى عنا. ونتوجه إلى الله تعالى في هذه اللحظات الطاهرة الشريفة بخالص الدعاء بخالص الدعاء لأنفسنا وأهلينا وأوطاننا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود
وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.